دعوا ما بأيديكم لحظة هنالك من حاصر الفقر حالا أب يأكل الجوع أبناءه ويلقي الشحوب عليهم هزالا فقير إذا ما اهتديتم له سيكتم حاجته وسؤالا على كتفه يتجلى الكفاح ويرضى بما كد فيه ونال تحدث عنه قناعته فكم عددت صبره واحتماله يرى كل جائعة بنته يرى البسطاء الصغار عياله ورغم فداحة حاجته يقاسمهم خبزه ورياله فما أجمل السعي في عوني وإن قل يسعده ما تالى بمقدور إحساسنا أن يجودا لنفعل شيئا رحيما حيالا لنفعل شيئا رحيما حيالا.